الوصفة اللي حنقدمها كتير بتعطيني ذكريات مع رمضان. حنعمل كيك بقمر الدين. حعمل أنا الكيكة في طبق فرن، بس ممكن تعملوها في أي قالب تاني. ببتدي بتجهيز طبق الفرن. حبتدي أحط بعض قطرات من الزيت، عم بستعمل زيت ذرة، ممكن تستعملوا زبدة كمان. وبستعمل فرشاي بس أمسح الزيت ليغطي القاع والجوانب. حبتدي أعزائي بتجهيز الكيك. هحتاج 6 بيضات، 1 حضيف السكر. حثبت مضرب الشبك وأبتدي أخفق على سرعة عالية لغاية ما يتماسك عندي الخليط. وطبعاً بحتاج أضيف الفانيليا أو أي طعم أنتوا بتفضلوا. أخفقوا قد ما فيكم لغاية ما توصلوا لهذا القوام. شايفين الخطوة هاي اللي أنا بعملها مهمة جداً، إنه أوصل لهذه المرحلة من التقل أو الكثافة أو السماكة. خليني في الأول أحط الفانيليا، ولازم أستعمل ملعقة بلاستيكية عريضة، وأبتدي أنخل الطحين. حبتدي أعزائي هلأ طريقة كتير مهمة لتوزيع الطحين مع خليط البيض والسكر. بحرك من أسفل إلى أعلى، لازم أقلب من أسفل إلى أعلى لغاية ما يكون خلص الطحين عندي اختفى تماماً. وحبتدي أصبه في القالب. حوزع شوية السطح عشان أتأكد إنه توزع عندي كويس. الكيك جاهز، يدخل الفرن على درجة حرارة 180، بأخذ من 25 ل 30 دقيقة. وخلوني أورجيكم شكله بعد ما يطلع من الفرن. هخلي هاي على جنب. حيكون هذا شكل القالب بعد ما يطلع من الفرن. بسيبه على طاولة المطبخ لغاية ما يبرد تماماً. أعزائي لتجهيز خليط المهلبية قمر الدين، عندي كاسرول بسخن فيها قمر الدين. حضيف النشا للمي وأقلب بهذا الشكل لغاية ما يدوب عندي تماماً. قمر الدين عندي سخن، حبتدي أصب فوقه النشا. ولازم أبتدي على طول بالتقليب بمضرب شبك بهدوء، ما أقلب بقوة عشان أحافظ على ذرات النشا ما تتكسر عندي. حبتدي أضيف ماء الورد أو ماء الزهر أو الاثنين. وهلأ باستمرار التقليب لغاية ما يتماسك عندي الخليط. أنا هون ما بدي أعمل مهلبية تقيلة، بدي صوص يبقى خفيف. حنشوف مع بعض هلأ قوامه بعد ما يتماسك. بس أضغط بالعود على الكيك عشان أعمل فيه بعض الثقوب ليساعد على تشرب هذا الخليط اللي أنا حصبه هلأ. وحبتدي هلأ أوزع أو أصب الصلصة على الكيك. ما شاء الله ريحة قمر الدين. نبتدي هلأ نزينه حسب ما شئتوا من مكسرات، فواكه مجففة، اللي انتوا بتحبوا. عندي شوية مشمش مجفف برضو هحطه بهالطريقة. حبتدي هلأ أوزع بعض حبات الورد. حخلي الطبق في البراد لعدة ساعات وتستمتعوا بأطيب حلا. كيك مع قمر الدين. الكيك 6 حبة كبيرة بيض، 1 كوب سكر، 1¾ كوب دقيق، 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، قمر الدين 1/2 كوب ماء، 2 ملعقة كبيرة نشا، 2 كوب قمر الدين، 1 ملعقة كبيرة ماء الورد، للتزيين مشمش، جوز هند، فستق.